حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والسؤال: هل المقصود بالولد الصالح هو المذكر دون الأنثى؟ وهل الحفيد سواء كان مذكرا أو أنثى يمكن أن يقوم مقام الولد الصالح؟ وهل المقصود بالصدقة الجارية هو بناء المساجد فقط أم هي شاملة؟ جزاكم الله خيرا. يراد بالولد الصالح الذرية من الذكور والإناث، سواء كانوا من أولاد الشم أو من أولاد البنين أو من أولاد الأولاد، مهما نزلوا فإنهم يعتبرون من الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنها، قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، مع أنه ابن بنته عليه الصلاة والسلام. فأولاد الأولاد يعتبرون أولاد للشخص، ويشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، سواء كان من صلبه أو من أولاده مهما نزلوا. أولاد الأولاد ولا أولاد البنات؟ أولاد الأولاد ذكورا وإناثا، أولاد الأولاد. أما لو كان المراد الذكور قلنا الأبناء، إذا قلنا الأولاد فهو يشمل الذكور والإناث. ولهذا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث. وأما الصدقة الجارية، قد ذكر العلماء أن المراد بها الوقت، سواء كان مسجدا أو رباطا أو بيتا يسكنه المحتاج أو ما أشبه ذلك. المراد به الوقت، صدقة الجارية يعني مستمرة، خلاف الصدقة المنقطعة التي تنقطع. الصدقة الجارية هي المستمرة بعد وفاة الواقع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.